مرحبا بكم في المحروسة، البهجة، ألجي لا بلونش أو جزائر العاصمة كما يعرفوها كاع الناس. البداية من حي القصبة العتيقة. احنا رايحين نتلاقاو مع عدد من الشباب اللي شاركوا في حراك 22 فبراير وخلاو بصمتهم فيه. ولقاءنا الأول راح يكون من قلب مظاهرات يوم الجمعة في وسط العاصمة. المطالب تاع الجزائريين، إذا أنت كشاب إذا قدرت تلخصها لي ثلاثة أربع نقاط رئيسية، وش تقول هي المطالب هذه؟ المطالب واضحة، هي رحيل الباءات الأربع، بشارب وبدوي وبالعيز وبن صالح، والحكومة المرفوضة شعبيا، وأيضا تطبيق المادة 102 جاء بحكومة كما قلت يعني غير شرعية وحكومة غير مقبولة شعبيا. وهذا الشارع خرج رفضا لهذه القرارات التي لا تصب في مصلحة المجتمع، في مصلحة الشعب وفي مصلحة الجميع. ما يريده الشعب الآن هو جزائر حرة ديمقراطية، هذا هو الشعار الموجود الآن، وأن هذا البلد يملك من الكفاءات، يملك كفاءات كبيرة لتسيير الجزائر. ما تحتاجه الجزائر الآن تحتاج إلى كفاءات لا إلى عصابات، تحتاج إلى كفاءة تسير البلد نحو الازدهار، نحو الديمقراطية، نحو الحرية، لأن الجزائر بلد كبير، الجزائر قارة، الجزائر أمة، تحتاج إلى رجل يسير ويكون يعني يكون وفي لأمانة الشهداء ولا يخون أمانة الشهداء، وأن يكون مع الشعب لا على الشعب. طيب أنت اللي كنت صحفي رياضي وما زلت صحفي رياضي أعتقد، وتعرف الملاعب وتابعتها عن قرب، كل مرة في الإجابة لك تقول لي المناصرين في الملاعب، المناصرين في الملاعب. الناس اللي ما يعرفوش المناصرين في الملاعب، هل دائما كان عندهم هذا الوعي السياسي وهذه المطالب السياسيه، ام انه هذا جاء مع هذه الموجه الاخيره تاع المطالب التغيير؟ ما يردد الان في الشارع، كل الاغاني التي تردد الان في الشارع من الملاعب، مصدرها الملعب. الجماهير كانت تردد في العهد الثالثه والعهد الرابعه، وكل العهودات كانت تردد داخل الملعب انها ترفض النظام وترفض سياسات النظام التي ساهمت في زرع الياس وفي يعني في الحرقه يعني الحراقه بين قوسين، يعني الهجره غير الشرعيه انتشرت بشكل كبير خلال 20 سنه، لم تكن موجوده من قبل يعني بهذا الحجم الذي انتشر في 20 سنه خلال الحكم البوتفليقي. كل هذه الجماهير ساهمت في توعية المجتمع، كل أطياف المجتمع، دكاترة، من يريد أن يأخذ دراسة أو بحث أكاديمي عليه أن يحضر فقط ساعة ونصف في الملعب لمشاهدة مباراة بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة حتى يعرف الوعي الموجود هناك بين الجماهير. طيب الآن أنت في خلال التغطيه تاعك اللي تقوم بها على وسائل التواصل الاجتماعي، كيفاش تشوف ردود الفعل؟ كيفاش تشوف التعليقات على هذه التغطيات؟ على كل حال الفيسبوك أصبح هو البديل الإعلامي، والبديل يعني هو لنقل الحقيقة كما هي بدون أي إضافة، لأنه هناك قنوات تنشر أخبار كاذبة، وكان صفحات فيسبوك تنشر أخبار كاذبة، وهناك صفحات أيضا هي تابعة أيضا لنفس ربما وسائل الإعلام. هناك من ينشئ صفحات هدفها تغليط الرأي العام وهدفها زرع الشك ربما وترهيب الجزائريين من الخروج في كل جمعة، وهم الذين يخرجون بطريقة سلمية وحضارية كما يعني شفناها هذه المظاهرات السلمية. لكن هناك من ينقل الحقيقة، هناك أشخاص يساهمون في نشر الحقيقة كما هي في الشارع، موجودة في الشارع. سأذكر لك مثال، مؤخرا هناك قناة خاصة ذكرت بأنه انتشار كثيف للدرك الوطني وانتشار العقول، فخرجنا إلى الشارع وشفنا بأنه ما كانش يعني درك وطني ولا انتشار للجيش ولا يعني العاصمة كانت فارغة، هما نشروا أخبار باش يخرجوا الشعب إلى الشارع، وخرج الشعب في الليل وكان قادر يعني يصرف أمور يعني نحن في غنى عنها، كانت قادرة تخرج يعني عن يعني يدخلوا يعني ناس عن السيطرة. لا ما تخرجش عن السيطرة، يعني يدخلوا ناس مندسين يحاولوا يزرعوا الفتنة وإلى آخره، لكن الآن الشعب واعي
والشعب يعرف يعني على باله بالمطالب تاعه. لهذا يعني واحد ما راح يأثر على السير تاعه. طيب انت زكريا حتى لوين راح تبقى تخرج كل جمعة في المظاهرات؟ حتى يحبس الشعب عن الخروج. وين راح يحبس الشعب عن الخروج؟ حتى تتحقق مطالب الشعب. الشعب لن يتراجع حتى تتحقق المطالب تاعه. إطار التغيير وصل لكل المحطات في الجزائر، وحنا وصلنا لمدينة شلف مسقط رأسي، وراح نتلاقى مع مجموعة من الشباب المبدعين اللي شاركوا في هذا الحراك ولكن على طريقتهم. الشباب اللي راح نهضروا معاهم اليوم تلقينا معاهم في هذه الحديقة العامة في مدينة شلف. خلينا نروح نشوفوا واش راهم يديروا ونهضروا معاهم. السلام عليكم. الحمد لله والله نعمة. كم لح؟ والله نعمة الحمد لله. خليتكم في الفيديو تاعكم دوبلي 5 تلعبوا في الدومين، ما تلعبوا في الدومين. ما زلنا نسلكوا بارتي تالية، بارتي تالية. شكون يلعب من بعد؟ نلعبوا أنا وياك ولا كيف نديروا؟ نقعد. أنا معاون نعقود. مرحبا بك. نهضروا شوية مع طارق. سيدو أنا عارفك من قبل، شايفك من قبل وشايفك في عشر العشر. بارك الله فيك. أنت لعبت كوميديا؟ لعبت كوميديا. ومن بعد خرج فيديو تاع دوبلي 5 اللي كان يهضر على احداث سياسيه اي تصرا في الجزائر. بارك الله. هذا تغيير من كوميديا الاحداث السياسيه عادي بالنسبه لك؟ الفنان تعطي له اي رول يقدر يلعب، سواء كان دراما ولا لا كوميدي ولا يعني اي شيء. ومع اني انا شغل مقلد اصوات، مام في العشر العشر كنت مقلد اصوات تاع حافظ عراجي، هذيك الرول اللي درتو يعني نقدر نتقمص اي شخصيه. وانتم كامل صغار في السن، بالك ما كانش اللي فايت 30 سنه هنايا، ما كانش اللي فايت 30 سنه. ما كنتوش خايفين تهضروا في امر سياسي لهنا في الجزائر، خاصه اني نعرفوا حتى السياسيين الكبار حبسوا ما مشي يهضروا في السياسه؟ هي صح، من هذا وجهه النظر تاعك صح حقيقيه. بالنسبه للعالم العربي تاعنا الحريه شويه محدوده، بصح هنا في الجزائر انا نعتبر شويه سقف الحريه شويه واسع عندنا، على ذاك نورمال يخلونا نلعبوا الدومين. اللي هنا كامل ثم تصنعوا محتوى وتحطوه في اليوتيوب فيسبوك، شكون اللي عنده اكبر عدد من المتابعين لهنا؟ انا كاين هذا عبد الرزاق. شحال عندك المتابع؟ 54 الف متابع في الانستغرام. وهذو المتابعين تاعك اللي يوالفوك بالفيديوهات تاعك القصيره سكتشات تضحكهم، تقبلوك كي درت عمل فيه شحنه سياسيه؟ تقبلوني نورمال. وزعما تعاودها؟ نورمال نعاودها. والديك كيفاش كان رد الفعل تاعهم كي شافوك في الفيديو هذاك؟ شغل عجبتهم قالوا لي شغل تعرف تمثل هذوك. وما همهمش الموضوع اللي كنت تعالج فيه؟ لا نورمال عادي. وحنا لعبنا الدهمي. والفيديو تاع دوبلي 5 اللي رايحين نشوفوا لقطات منه، شكون اللي كتبوا؟ شكون اللي الفوا؟ شكون اللي الف سيناريو؟ طارق هنا. كيف جاتك الفكره؟ كيف جاتني الفكره؟ كيفاش قررت انك تكتب على موضوع سياسي وعلى العهده الخامسه؟ انا بالنسبه قررت انك تلعب الدومين. انا بالنسبه لي السياسه لعبه، فهمني واش فهمني. ولهنايا الدومين فن لعبه وفيهم قواسم مشتركه. اما انا مولف لعب الدومين كيبانوا لي اوجه الشباب فيهم، شبكتهم دخلت في فيديو ووصلت بها الميساج. حبس كيما راك اللعب قار عندي. او تلعب وحدك انت، راك في ربع فراطه تلعب وحدك، راك تمسخر بينا ولا بروحك سي محمد؟ شوف يا جماعه شوفوا، كنت تدرس اللي لعبها راهي عندي، راكم تشوفوا ولا راكم تشوفوا؟ راهي غش يا جماعه، راهي غش، راكم تشوفوا ولا لا؟ ونزيدكم من الشعر بيتين خوتي، الدومين ما يتلعبش بالوكاله، لازم حضور المعني. ودي سيدي غلبكم ربع فراطه يا راح يضيع شويه، هو راه شي يقول لي شيلعب ماشي تجيب حاجه من راسي، وليت واحد شويه تصويرتو. ايا بزاف ايا، دوك لعبوا تصويره ولا كيفاه؟ بزاف. ما تاكلونا ولا باكا؟ كاين غاشي راه قال عليه مش بيلعب بينو تاع شي غاشي، نصهم كاع جايبهم من تايه تاع 5000، كاين حتى اللي ما يعرفش يشد الدومين. اجمع عزت الخمسه وصاي، ولا دخلوا عقد هاي العقد راهي عندي انديتو. هذا لعب ديكتاتوري خوتي،
قلنا له خلينا نلعبوا راه يهدد فينا بالعقده. هذا منعرض جد خطير. يا جماعه يا جماعه لازم نلعبوا بكل شفافيه وديمقراطيه. خلونا بالعقده اسم انتظروك. هو اللي راه يكتب للجماعه كامل الممثلين كامل ولا كل واحد يكتب ثاني وحده؟ لا انا نجيب كما نقول لك المحتوى 80% ولا ونطرحه للمجموعه ويزيدوا يشاركوني نزيدوا نضيفوا فيه نغيروا فيه اشياء ولا الا كان امكن ماشي مشكل. فهمني. وكيفاش لقيتو قبل شي نهار؟ راكم بزاف راكم 10 تقريبا. كيفاش لقيتو؟ هي كما يقول لك هي من بكري صافي رحله رانا نمشوا كل مره يجي واحد تعرف بواحد تعرف فهمني شامل وتعرفنا بهم كل في كل فيديو تعرف بانسان فهمني وبين حوز مضروب وما زلتوا تزيدوا تخدموا مع بعض. شو الفيديو القادم اللي راكم تخدموا ان شاء الله؟ الفيديو القادم باذن الله ان شاء الله ما يكون سياسي هذا ممكن. صح الناس اللي درك اللي عجبهم العمل السياسي تاعكم اللي عجبهم احنا نخدموا كوميديا ونخدموا صور حتى السياسه فاهمني واش فاهمني. بصح في الوقت الحاضر درك ما كاش حد السياسي بنخدموا عليه. احنا ماذا بينا اي حدث كيكون سياسي والعفسه نكونوا حاضرين باذن الله ونخدموا. يعني اذا كان حدث سياسي هو موضوع الساعه راه نخدموا عليه فيلم قانون. في الجزائر يقولوا بلي كاين ازمه مؤلفين. ازمه مؤلفين شويه في المحتوى ناقص شويه. المحتوى ناقص شويه في رايك؟ على انا نظن ازمه مؤلفين والسيناريو والمحتوى بصفه عامه لانه ما كاش كيما يقول لك مدرسه معتمده اللي تعتمد عليها في ذا المجال. وبالنسبه لي انا مين تعلمت من اليوتيوب كيما يقول لك اليوتيوب جامعه لما لا جامعه له فهمني. اما لو طورت انا كان عندي تخيل ابداعي من بكري في الشخصيه تاعي عندي تخيل ابداعي وزدت كملت التعلم باليوتيوب ولا عندي قواعد وكاع وان شاء الله نوفي هذه الازمه ان شاء الله نحيها. صحيح ما توليش عندنا ازمه مؤلفين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله انا نكفيها ان شاء الله. طارق انا باغي نرجع الموضوع الفيلم اللي صورتوه دوبلي 5. واش هو اللي خلاك تصوره؟ هي كانت الاحداث طبعا هو كان وجد الموضوع ما قبل لكن كي جات هذه الحركه كامل اما اللي عطات لها لمسه اما اللي زدنا موضي فينا في السيناريو وطلقنا. طارق في الاعمال السياسيه كاع اللي خدمتوها ما تعرضتوش لضغوطات؟ يا جماعه اللي ماكوش باغي تلعبوا خلوا نلعبوا الدوبل واحد عديه وراتك فهمتي ولا لا؟ خلوهم يلعبوا تهلا في روحكم صح ولا لا؟ تعاودوا في البارتي تاعي انا ما انا بوطن سمو بلان كيف انا بغيت ما تقلقش طارق سؤال اللي ما خلانيش سيدو نطرحوا عليك مع كاع الاعمال السياسيه هذو اللي خدمتوهم ما تعرضتوش لضغوطات؟ ما تعرضناش لذوك الضغوطات لانه انا العمل تاعي فيتي دو صوالح وزيد كي نكملهم ونعرضهم على اشخاص مختصين في هذا المجال وما يزيدوا يحكموا يزيدوا يعاونوني قالوا لي نحي هذه نحي هذه نحي الاشياء اللي ممكن تسبب لي مشاكل في هذا تسمى تصوروا وديروا اعمال ولكن دائما تراقبوا نفسكم عندكم مراقبه ذاتيه. نعم 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 مراقبه ذاتيه وكاين غاشي مختصين في هذا المجال. قول لي طارق واش رايك في هذا الحراك اللي انا نشوف فيها باليوم؟ هو شيء ايجابي بالنسبه لي شيء ايجابي وانا ماذا بيا كل واحد خرج يعبر عن رايه وكل واحد يرفد اللافته اللي تمثله هو فهمني واش فهمني. ايه هذه هي ما انت كنت مشارك من الايام الاولى تاع المظاهرات؟ انا من الايام الاولى من الايام الاولى خرجت كالشباب الجزائري كي نورمال وخرجت ورفدت لافتات وكل ما يلزم. وكل شاب كل فئه راهي رافعه عدد من المطالب وراهي تشوف نوع من التغيير اللي يناسبها هي. انت واش هو التغيير اللي راك تتمناه في البلاد؟ انا بالنسبه لي كمؤلف وفنان مؤدي ان مزيد من الحريه بان نجم نطرق من كل المواضيع اللي ما نجمش نحكي عليها. عندي شويه مواضيع ما نجمش نحكي عليها تكون الحريه شويه ضعيفه فهمني. بصح ان شاء الله هذا يكون فيها خير ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. صح انا نخليك ترجع لصحابك. انا نرجع نكمل البارتي الطوبي مازالوا يلعبوا. نكمل الله يبارك لك. صحيح كنا لازم نعاود نرجع للعاصمه عندنا موعد اخر مع شاب اخر شارك في الحراك هذا نروح نشوفوه ونهضروا معاه. دكتور بوعزيز اسكندر مقيم في الجراحة في الجزائر العاصمة. هنا يعني راكم مع مجموعة من الأطباء المقيمين الأطباء الداخليين وطلبة الطب اللي يعني مع دعوة النقابة الوطنية للطب المقيمين راح يخرجوا في فرق طبية متنقلة بكل عتاد لمساعدة يعني المتظاهرين إذا دعت الحاجة. عدد 100 طبيب تقريبا مجهزين يعني بعتاد طبي للتدخل في الحالات الطارئة. المسيرة تبدأ يعني صباح الجمعة بترتيبات وتنظيم يعني للفرق الطبية. كل
طبيب يهز معاه حقيبة فيها معدات طبية ويكون معاه جماعة صغيرة تكون من 3 أو 4 أطباء ونقدروا نغطيه كل المسيرة الدول الأول يعني اللي هي نقدر نقول مش أول خل يعني في استعملوه باش نوتراليزيو الغاز المسيل للدموع يعني هذه المعدات مكنتنا في المرات الخارطة أن نقدموا الإعانة الطبية في عين المكان إسعافات الأولية للمتظاهرين ولا لقوات الأمن ومكنتنا يعني نحافظوا على الطابع الحضاري والسلمي للحركة. خرجين يعني أنا من مستشفى مصطفى باشا نشاركوا في المسيرة كأطباء وقبل ما كنوا أطباء إحنا مواطنين ويعني الأطباء المقيمين شاركوا من قبل في المطالبة بالتغيير في النظام الصحي يعني في العام الماضي وراح يكملوا الحراك تاعهم بالمطالبة بالتغيير الجذري في البلاد وبصفتهم يعني شباب وشباب واعي وفعالين في المجتمع المدني. أنا رانا مباشرة من المسيرة رانا في شارع حسي بن بوعلي وشارط الضريع اللي رانا نحملوه يخلي الشعب يعرف اللي كاين فرق طبية راهي مشاركة منها حسوا بالأمان والطمأنينة أنه كاين أطباء راهم مشاركين كش ما صار مشكل وإن شاء الله ما يكون حتى مشكل. لقاءنا التالي مع واحد من أهم الصحفيين اللي هنا بالجزائر قادة بن عمار عنده الآن مباشر راح نلقاوه بعد هذا المباشر. قادة اليوم في حلقة البرنامج تاعك ناقشت الحلول الممكنة للأزمة اللي تمر بها الجزائر إذا قدرت نسميها أزمة. في رأيك كيفاش راح نحل هذه المشكلة؟ هو الإعلام غير مطالب منه أنه يقدم حلول خصوصاً في ظل هذه المرحلة الصعبة المشحونة بالغضب والإحباط وأنك لا تستطيع أن تقيس حجم الغضب الشعبي في الشوارع فأنت مطالب منك كإعلام أن تقرب الصورة يعني أن تنقل هذا السؤال الذي يطرح في الشارع تنقله إلى البلاتو وتطرحه على الأخصائيين يبدو بأن هناك إلحاح على أن يحضر فقهاء القانون الدستور حتى السياسيين ونحاول أن نطرح كل الأسئلة الممكنة. تقول لازم المختصين نعرض عليهم هذا ما تمر به الجزائر. الجزائر تمر بها بشيء لم يسبق أن حدث في تاريخ الجزائر. هل عندنا مختصين أو رجال قادرين أن يجدوا يلقاوا حل في ظل هذه الظروف الحالية خاصة أن الشعب يبدو أنه غير راضي بأي من الحلول المقترحة لحد الساعة؟ هو اللحظة الثورية التي اندلعت في الجزائر والتي يطلق عليها اسم الحراك هي لحظة تجاوزت الموالاة والمعارضة ووضعت النخب الجزائرية في مأزق كبير. هنالك بعض الساسة الذين حاولوا الخروج إلى الشارع فتم طردهم صح. فهذا أيضا يطرح على مستوى الإعلام أنت هل يليق أخلاقيا ومهنيا أن تأتي بشخص تم طرده في الشارع لتفرضه كضيف في بلاتو؟ ولكن نحن نحاول كما قلت لك أو نجتهد إن كان هذا التعبير هو الأنسب نجتهد في أننا نبحث عن حلول لدى هذه النخب لأنها التي تتعاطى مع الإعلام. قد اليوم هل كان إعلامي مثل الحراك؟ لأنه معروف في الجزائر أنه كان نوعين من الإعلام كان إعلام عمومي وكان إعلام آخر اللي البعض يقولوا أنه محكوم بعائدة الإشهار. فوين راه الإعلام اللي هنا اللي يمثل الحراك؟ مبدئياً كل الإعلام محكوم بعائدة الإشهار. المشكلة أن الإشهار في الجزائر يتم توزيعه بحسب الولاءات السياسية. أنت عندما تكون وسيلة الإعلام تطبل للنظام أو تناصر النظام وتولي فهي تحصل على إشهار أكبر. هذا مبدئياً نقطة أولى. ثانياً الإعلام يعني سؤال هل هنالك إعلام يمثل الحراك؟ ربما هذا سؤال لا يمكن أن نجيب عنه بشكل دقيق. المواطنين أفرزوا الإعلام حسب تغطية المسيرات. في 22 فبراير كان هنالك إعلام تأخر عن نقل صورة الحراك فتمت معاقبته تم طرد صحفيين من الميدان تم طرد قنوات تلفزيونية تم المطالبة بعدم متابعتها ولكن مع مرور الوقت استطاع عدد
من الإعلاميين إقناع الناس بأن الإعلام هو جزء من منظومة سائدة. أنت لا تستطيع أن تبني إعلاما حرا في بلد غير حر. و 8 مارس وما بعدها كانت هنالك أيضا مظاهرات وتم تغطيتها بشكل كبير. الفرز وقع في المظاهرات الأخيرة ما بعد إصدار خارطة الطريق للمؤسسة العسكرية، فأصبح هنالك إعلام يؤيد خارطة الطريق، يحاول أن يقدمها كأمر واقع، وإعلام يقول بأن المواطنين غير مقتنعين. الآن خلينا ننتقل لنقطة أخرى اللي هي نقطة مطالب المتظاهرين ومطالب الحراك. هل تشوف هناك عقلانية في هذه المطالب؟ هي مطالب مشروعة تماما، يعني وتم إنجاز ما كنا نعتقد بأنه مستحيل حتى وقت قريب. قبل 22 فبراير لا أحد كان يعتقد بأن الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة لن تكون، وبأن شقيق الرئيس ما كان يصطلع عليه بالقوى غير الدستورية سينتهي بها الأمر إلى الخروج من عنق الزجاجة، يعني الخروج من النافذة من الباب الضيق. فبالتالي هذه المطالب مشروعة. الفكرة التي تطرح الآن هي هل يمكن الاقتناع بالموجود ما تم تحقيقه، أم أننا ينبغي أن نساهم أو نرافق هذا الشارع في المنشود؟ بين الموجود والمنشود هناك مسافة تبدو أن البعض يحاول تقريبها، البعض يحاول إبعادها. يعني في حالة الجزائر أصبحنا مقتنعين بأن سقوط بوتفليقة أو رحيله كان هو الحلقة السهلة في العملية، في عملية التغيير. الأصعب هو كيف تتعامل مع منظومة ساهم في بنائها نظام بوتفليقة. طيب هذا يدفعني للسؤال، أنه وين راهي النخبة الجزائرية؟ من هي أولا النخبة الجزائرية وش هو الدور اللي تقوم به الآن؟ النخبة الآن تراعي كما قلت لك سمعتها، يعني هي لا تحاول أن تقف في مواجهة الشارع. الشارع يبدو بأنه أقوى بكثير من هذه النخب. حتى وقت قريب كان هنالك شكوك في أن المعارضة ليست موجودة. هم يبررون الأمر بأن النظام قام بتصحير الساحة السياسية وبتمييعها، ولكن في نهاية المطاف أيضا هذه النخب كان من المفروض أن تحضر في مثل هذه المآزق، في مثل هذه اللحظات الحرجة. عندما تغيب فهذا يطرح إشكالية من هي، لا نعرف من هي هذه النخب، ونرى أشخاصا، نرى زعامات سياسية، ولكن لا نستطيع تحديد إن كانت هذه هي التي تستطيع تأطير الشارع. فإشكالية كبيرة، ربما المرحلة هذه الإشكالية سنرحلها إلى فترة الانتقالية وإلى فترة بناء الدولة، لأننا سنكون بحاجة إلى أشخاص جدد. الشارع مثلما تخلص من هذا النظام الذي كان قائم على الشرعية الثورية سيتخلص أيضا من كل النخب المفلسة التي لم تستطع البروز في مرحلة صعبة مثل هذه. طيب السؤال الأخير، هل أنت متفائل ما سيخرج بهذا الحراك أم عندك بعض التشكيك بالمستقبل؟ متفائل، أنا بعد 22 فبراير متفائل، ولكن مساحة الخوف تتضاعف يوما بعد آخر، لأننا كلما يعني غرقنا في بعض التفاصيل كلما أحسسنا بتوجس. أنا متوجس لأمرين، الأول كما قلت لك لأنني لا أعرف من يقف خلف هذا الشارع الآن، لا أقصد المواطنين الذين يتظاهرون ولديهم كل الحق، ولكن أخشى الاختراقات هذه أولا. ثانيا عندي انطباع يعني سلبي من أن تكون المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي تتحكم في صناعة القرار الآن. يعني عندما نرى بأن هنالك مساحة حوار مفتوحة على نخب المدنية وديمقراطية، فسوف يعني نخب جامعية، سوف يكون لدينا ربما ثقة أكبر فيما سيحدث. أما أن يكون هنالك احتكار لصناعة القرار في المرحلة الحالية لدى جانب واحد، فما بالك إذا كان مؤسسة عسكرية تعرف الدور تاعها في مجتمعاتنا، فهذا أمر إلى حد ما يقلق. يعطيك الصحة قادة، على بالك بلي أنا كنت نشري الجريدة باش نقرأ العمود تاعك برك، مش مصدق به الآن راني نحاور فيكم في الحالة. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، مع السلامة. شكرا، طاب يوم. شكرا. Bien sûr, les jeunes sont à peu près tous conscients de ce que ça refait le bled. C'est justement pour ça que Gaï il participe à des manifestations. Donc on est tous touchés par les problèmes qui surviennent fait le pays. On est concernés par ces problèmes. Allez, allez, allez.
plus j'ai vu plein de journaux et d'émissions où les hibou ont parlé de la photo. Donc c'est là où on a compris que c'était comme un grand buzz. On ne s'attendait pas à le buzz quand même. On était très heureux de ce qu'il y a les retours les Jaona. L'Algérie, l'Iran, nous avons le futur, c'est une Algérie qui soit libre. J'espère que le peuple soit entendu, parce qu'on a un très beau pays, mais il n'est pas très bien exploité. Donc j'espère qu'à l'avenir, tout le monde retrouvera sa liberté et sa paix. كانت هذه قصص بعض المشاركين في الحراك. لقاءنا في الحلقة القادمة. مع السلامة.